الحقيقة لما أعرف إن العدد ده كله شارك من الألوميناي، وأعرف إن 40 شركة كبيرة جات لكم، وطن أونر. لما أعرف إن أنا عندي 209 طالب بزيادة، يعني بتكلم تقريباً 10% من خريجيني اللي هي بتاع سنة، دول هيبقوا the highest qualified in the market. لما أعرف إن البروجرام أكتيفيتي كان فيه 31 راوند of CV critique workshops covering all enrolled students، لا ده really an achievement. لما أعرف إن 205 HR mock interviews، 148 technical mock interviews، 3 job hunting education sessions، 7 panel discussion covering 20 specialization، 26 GUC alumni round table. ايه الجمال ده؟ انا بحبكم كلكم. وي ار GUCN، وي GUCNs. الكامبين ده حافظوا عليه، ودي حاجه مهمه اكتر ما تتخيلوا، لان ده بيمثل احترام الاندستري والامبلويرز ليكم، ده بيمثل حب السينيورز اللي هم الالوميناي اللي اتخرجوا جيوسيانز، ان هم قد ايه فاهمين اهميه الجيو سي، وقد ايه بالنسبه لهم هم كمان يعني حاجه ريوردنج، لان از لونج از انك بتحافظ على اسم الجيو سي انت بتحافظ على اسمك في الماركت فور ايفر. ده نضج، ده مش حبه بس، ده ماتوريتي، حاجه كبيره الحقيقه. بي براود، بي هابي، وان شاء الله انا متاكد ان بالروح بتاعتنا دي هنبقى احسن ناس في العالم. البروجرام ده بيعرفنا ايه الفيلدز اللي ممكن دلوقتي قريبه للميجر بتاعي، انا محتاج اصلا كواليتيز ايه، عرفت قد ايه من الاتش ار انترفيوز مع ناس ريبريزنتيفز من كومبانيز اللي انا محتاجه عشان ابقى اجول الكارير اللي انا I have a passionate about you. I got to learn بعد ما اتخرج ايه كل الكارير opportunities اللي ممكن apply فيها. I was set على الاكاديميك كارير. بعد البروجرام ده شفت لو اشتغلت في كوربريت هيبقى الدنيا عامله ازاي هناك، لو اشتغلت في افارماسيوتيكال فاكتوري. I got to meet ناس من الالوميناي، they shared their experience with us، it was very rewarding. البروجرام عجبني فيه ان هو على الاقل خلى دماغي تحدد على الباس شويه، او بالذات في الكارير، ان انا مثلا كنت بفكر مثلا لو قدام مثلا عايز اكمل في فوي تاني او اعمل شيفتنج لحاجه، فده خلانا طبعا لما اتكلمنا مع الالوميناي وكده الموضوع فرق معانا جدا. I got introduced اكتر للخبرات بره في الشركات، بالذات في الاتش ار كريكولم اللي كان موجود، عرفت اكتر ازاي بعمل انترفيو، وازاي يعني ابقى بتكلم، والاسئله اللي ممكن تواجهني كاتش ار كمان يعني كان مفيد جدا. احنا بنشجع الطلبه جدا ان هم يبذلوا مجهود في الجامعه ثرو بقى الانترنشيب، ثرو الكارير ديفلوبمنت بروجرام اللي بيحصل في الجي يو سي، وهو من اهم الحاجات اللي بتاهل الطلبه اللي احنا بنختارهم كامبلوير. الطلبه اللي بتيجي بتشوف الشركات، هو بينقي وبيتعرف على انواع الشركات وازاي يخش، وانه بيتعرف وما بيعملوا ايه، فطبعا ده بيبقى نوع من انواع الاورينتيشن ليهم انه يعرف مستقبله ايه.